السلام عليكم بناتي، اليوم راكم مع مطبخ أم البنات. اليوم جيتكم بوصفة سهلة، طبخ سهل وبنين ويستفادوا به منه الدراري الصغار والكبار. احنا متعودين نديرو العدس شربة، عدس كامل اللي نديروه عدس هما دي سوب. انا اليوم حندير لكم عدس غمسه جواز، عدس بالبصل والطوماطيش، ما فيش مقادير بزاف، ساهل اقتصادي. واش نسحقو فيه؟ نسحقو هنا زوج حبات طوماطيش، هاني نقشرتهم وقطعتهم، زوج حبات بصل، زوج حبات بصل اني قطعتهم على مال هكذا قطعتهم. نسحقو هنا رطل العدس، مغرفه كبيره تاع طوماطيش مصبره. نسحقوا العكري والدرسه، اللي يحب يدير الدرسه يدير فلفل حار، اللي ما يديرش لولادو ما يديرش، ما كاش مشكل. وريقه رمد والملح والزنجبيل والزيت بالطبع. دوك نروحوا طريقه التحضير ونفهمكم. نروحوا مع طريقه التحضير، وقبل ما ندير لكم طريقه التحضير نقول لكم طريقه العدس كيفاه وجدته. شوفوا هنايا راهو يابس كيما نشروه، هاوليك يابس. بعد ما تنقيوه تنحولوا منه دوك الحجر، حجيرات الصغار تنحلوا دوك القصيبات، تشللوه وتشمخوه لا فاي. انا نشمخوه، شوفوا شمختو بمغرفه ملح وخليته ليل كامل ومشمخ. شوفوا كفاه يبيض ويكبر وبيض شويه وتنقع. نعاود نحيلو هذاك الماء، نشللو ونديرو في طنجره ونغليه. هنا راهوك هنا شوفوه راهو مغلي، هنا غليتو نص طياب، نحيت له هذاك الماء تاعو الكحل، نحيته له صفيته وحطيته. دوك نوجدو جواز. هنا نسحقو طنجره طاجين تاعكم، ديريو له زوج مغارف، زوج مغارف تاع الزيت كبار، فوالا. ونحط هذاك البصل يتقلى، هذا البصل هذا يتقلى حتى يولي ترونسبارون، يتقلى مليح. هذا هو البنه تاع نقليه وما نديرلو حتى توابل، حتى يتقلى با نبدا ندوزنو. دوك نديه فوق النار ونوريه لكم كي يتقلى. من بعد شوفوا، شوفوا كيفاه كان غماليزا، شوفوا كيفاه طاح. ما درتلو لا ملح لا والو، غير الزيت. ودرتلو ونسيت ما قلتلكمش، درتلو مغرفه صغيره معمره بيان بومبي بالسكر كريستاليزي با كاراميليزيتو، ما يخفاكمش. هذيك مغرفه تاع السكر واش دير؟ تمصص كامل هذيك لاسيديتي تاع لا طوماط. شوفوا فوقو هاني درت طوماطيش مصبره، مغرفه تاعنا، وريقه تاع الرمد هامليك، العكري والدرسه، والطوماطيش مقشره زوج حبات هامليك. هناني مازال ما دوزن تا ما درتش لي زيبيس. دوك نبدا ندير هنا، ندير الملح، يخفاكمش العدس يطيب شويه صامت. ندير مغرفه ونص صغار، وندير الزنجبيل. هذا ما كان، ها مغرفه تاع الزنجبيل. دوك نخليهم يتقلاو مليح ونمرقهم بواحد الكاس تاع الزيت تاع الماء، كاس ماء نمرقهم غير يبداو يغليو الغليان. نحط هذا العدس تاعي اللي من بعد ما غليته وصفيته في كسكاس، هاو طايب نص طياب، شوفوا هاو طايب كامل، باه يزيد يطيب في هذيك لاصوص ويتجمر. ويخلوه نار قليله باسكو شوفوا هاد الطواجن لازمكم توقفوا معاهم. شوفوا انا كي وقفت مع ما لصق لي ما والو، توقفوا معاه ماشي تخلوه وتروحوا وتقولوا لصقت لي لصق لي البصل، لازمكم تكونوا معاه رايحين جايين ليه، تقلو حتى يتكاراميليزا مغرفة سكر. دوك راني دوزنتو معاكم، نمرقو وداب كاس زيت، نرمي فوقو هذاك العدس ونخليه يتجمر على نار متوسطة ولا قليلة حتى يتجمر لكم، نوريه لكم في طبق التقديم ان شاء الله. من بعد ما وجد غمسة تاعنا اللي قلت لكم، درنا غمسة عدس بالبصل والطوماطيش، هاوليك طاب وتجمر. شوفوا كيف راهوكم جمر طايب غير في دم تاعو، ورافقته بالجو راكو درتوه معايا في فيديوهات سابقه، العصير المركز والخبز المطلوع تاعي تاع الكوشه درتوه معايا سابق. ان شاء الله هاني شاهدكم في الجنه ان شاء الله.
ونتمنى لكم تدعموني بلي بارتاج واللايكات، وان شاء الله نكون خفيفه عليكم، وديروا لي زابوني، وان شاء الله نكون خفيفه عليكم في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.